البطولة أهلاوية. شيء يعور القلب إن نشوف جمهور المنام مو حاضر. لا تلعب ويا الأهلي. لا تلعب ويا فريق اسمه الأهلي. إذا حطك في باله يقول لك مع السلامة، يخلص عليك من برا ويمشي عنك. ليش واقف برا؟ قل لي ما عندي أعصاب. ما عندك أعصاب من زمان هذا طبعا. يعني في استعجال واجد من خصوصا من هشام، واجد رايح عليه. شوي هدي المباراة، أنت عندك البون. في لاعبين ما يبون المباراة. ما احترمنا المنامة رغم إنه ما في إلا جمهور. بدون جمهور قاعد يلعب وبدون ضغط. الأمور منتهية. قبل لا يجون المنامة هم أوريدي خايفين. محترف جمهور سهالات، أنا أقول سهالات لأن المنامة خسر روحه قبل المباراة. الرياضة تجمع ما تفرق. الأهلي أنا أشجعه من زمان، يعني مو سنة وسنتين، من يوم أنا صغير أشجعه. ما قصرتون، حصلنا ثقافة رياضية من برامجكم. أنا كنت أتمنى جمهور المنامة يكون موجود. أتمنى يوسف كانو يبقى على رأس الجهاز، رجل الإنجازات، رجع البطولات للنادي. المباراة اليوم نهاية كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة. نشوف المنامة متقدم رغم غياب الجمهور المنامة. لا إن شاء الله بإذن الله الأهلي عاطينهم تشانس شوي وبياكلونهم في النهاية إن شاء الله. توها البداية، يعني توها الكوارتر الأول. أي توها البداية وبعدين النتيجة قريبة، يعني ما بيروحون خايبين إن شاء الله. نجاح منامي في الرميات الثلاثية، ونشوف على العكس أحمد حسن قاعد تضيع منه ثلاثيات. والله الحين بداية المباراة. بدري توقعاتك لسيناريو المباراة؟ والله مباراة صعبة، بس أتوقع الفوز أهلاوي. نشوف المناميين متماسكين رغم غياب الجمهور، لكن نشوف لحد الآن متماسك. بدري والله بدري، الحكي نهاية المباراة. اليوم المباراة أعتقد التوقف اللي مر فيه الأهلي ممكن أثر على أدائه. كلنا ثقاف لاعبين وإن شاء الله قادرين، إلا فرق 8 نقاط توها المباراة في بدايتها، قاعدين يدخلون على رتم متصاعد وإن شاء الله لأن اليوم البطل. التوقف أثر على الأهلي ولا لا؟ ما يأثر على لاعبين، ما يأثر على لاعبين. لعبهم أوكي، يعني للحين لعبهم مضبوط وإن شاء الله. الزعيم المنام اليوم يأخذ البطولة، والله الأهلي ختامها مس، ختام الدوري بطولة. ختامها عندنا. أنت اليوم تمتلك الأفضلية، الجمهور عندك، المنامة جماهير منامية محرومة، والمفروض يعني هذه تكون في صالحك. منامة فريق مو سهل، ما بتغلبه بسهولة، بس قادرين الشباب في الملعب قادرين وقدها وقدود. اليوم نشوف عودة أهلاوية في أقل من دقيقة. أمور طيبة، من 8 نقاط الفارق إلى نقطة واحدة. كل شيء له وقته، الأمور طيبة، شوي تأخذ المباراة وتروح البيت عندك كاس ترقد وأنت معامل. الله ثقة الكاس ثقة. الأمور منتهية. قبل لا يجون المنامة هم أوريدي خايفين. محترف جمهور اليوم الأهلي يمتلك الأفضلية. هذا الجمهور اليوم متواجد وساند. هذه البطولة بالذات جبتها مرتين على راس باك تو باك بدون جمهور. هذه الحين الجمهور بس انت اليوم الأفضلية عندك. المناميين مو متواجدين بالصالة. هذا بعد اوه قراب بس مو ذنبي يعني. توقعاتك الزين الأهلي اقل شفرك 15 مباراة. على الأقل نقول كفة متساوية، لكن 15 صعب علي. لا سهالات، أنا أقول سهالات لأن المنامة خسر روحه قبل المباراة. ما عندي محترف، ما عندي جمهور، ما أدري شو. أنا بعد عندي محترف واحد لعب دوري، ما شكيت الحال ولا طلعت وقلت ما عندي إلا محترف واحد لعبت. اليوم نشوفك حاضر وتشجع الأهلي، اليوم قارتشيب مع الأهلي. لا يعني في النهاية الرياضة تجمع ما تفرق. الأهلي أنا أشجعه من زمان، يعني مو سنة وسنتين، من يوم أنا صغير أشجعه وخالي يلعب وياهم فجاي أدعم اليوم. حلو، تعجبني بهذا الكلام الحلو، بهذه الروح الرياضية. تبقى يعني الروح الرياضية حاضرة
الندية والتحدي بس في الملعب. لا يعني ممكن اللاعبين داخل الملعب تحدث أشياء بينهم، لكن بالنهاية كل شيء يحدث بين الجمهور واللاعبين إن داخل الملعب فقط، أما برا الملعب حبايب وإن شاء الله اليوم يبيضون هاللاعبين. إيش رأيك في الأهلي، في جماهير الأهلي؟ جماهير الأهلي متعة، وخصوصا يعني شيلات متنوعة، ونواف يقوم بدور واجد حلو. ربكم نواف. أكيد أكيد. سيد نشوف عودة أهلاوية للمباراة وتقدم في النتيجة بعد ما كان متأخر، وصل الفارق إلى 8 نقاط، نشوفه حاليا متقدم والفارق 6 نقاط. شوف احنا مشكلتنا في الاستعجال، ناخذ الكورة نستعجل، لو نلعب بهداوة وعلى 14 ثانية كان أمورنا تمام، بس هدينا اللعب وصلنا لهم، جودنا ديفيس وهدينا اللعب. هذا اللي لاحظناه، استعجال حتى في الرميات الثلاثية، هناك استعجال وعدم توفيق من بعض اللاعبين. شي طبيعي، اللاعب يبغي يرجعك في الجيم، وترى هو هذا بعد ولا شيء الفارق، يعني المنامة ممكن يقدر يرجع، بس إن شاء الله إن شاء الله نحاول يعني نجود على هذا الفارق ونكمل. الفنان الكوميدي الرائع جعفر الساري حاضر اليوم، مثل ما نعرف تشجع الأهلي طبعاً. ونشوف الأهلي رجع للمباراة، الأهلي تحسن في صناعة اللعب، بينما كان منامة في بداية المباراة هو عنده الأفضلية هذه في صناعة اللعب. يعطيك العافية حبيبي، كلمة حق تقال لك، أنت مذيع متميز، مذيع ما تحب تسوي افتن، تشفر الكلام اللي يسوي افتن بين اللاعبين وبين الجماهير. حبيبي يعطيك العافية. طبعا أنا أشجع أخواني، يمكن اللي يميز الأهلي عن بقايا الفرق أنهم أخوان. تعرف شنو أخوان؟ يعني حبهم للنادي، حبهم لبعض، هو اللي يخلي هذا الأداء. طبعا نفس ما تشوف أنت ناس قاعدة على البنش تشجع اللاعبين وتعطي الشغلة، مو بس الكابتن، اللاعبين يعطون توجيهات إلى داخل الملعب، والحمد لله رب العالمين. أنا واجد مستانس من أداء اللاعبين، والله يوفقنا إن شاء الله. وما تمنيت صراحة أن جمهور المنامة ما يحضر، لأن جمهور المنامة ليه طعم وليه يعني مزية إذا حضر. طبعا طبعا حبايبي أهل المنامة، وإن شاء الله المباراة الجاية تحضرون، وغلبنا أو خسرنا أنتم أخوان حبايب. يا بعد بالنسبة للرسالة اللي كنت تقول لي عنها قبل كم من يوم، في رسالة كنت بوجهها للجمهور، وهذه يعني رسالة هامة وحلوة أن تكون عبر الأيام الرياضي. رسالتي إلى أي واحد مشجع كان منامة محرق، أهلي، رفاع الحالة، لا تحاول أن تزرع الفتنة وتحاول تسوي مشاكل بين الجماهير أو الأفرقة، لأن هذه بالنهاية لعبة بتخلص عقب يعني ساعة نص ساعة، انتهى الموضوع ونبقى أخوان حبايب. يعني أنت مو مخلوق حق تسوي لنا مشاكل، بالعكس بالعكس، احنا نجي نشجع ونشجع اللعب الحلو بدون أي فتنة، بدون ما نغلط على جماهير الثانية. يعني احنا بحرينيين لازم نحترم الخصم ونحترم الأرضية اللي احنا قاعدين نطالعها ونحترم الاتحاد. فشيء عور القلب ان نشوف جمهور المنام مو حاضر. فأي واحد يعني مو شرط ان عمره كبير، العقل كبر عقلك يا حبيبي زين، ولا تخرب على الجماهير المنامة، لا تخرب عليهم. يعني انا احب المنامة واحب الاهلي، شيء عور القلب، ما في احد هنا صراحة. انا اليوم افتقدهم، افتقد هذه الجماهير، والنهاية اكيد لو كانوا حاضرين بكل طعم ثاني، بكل رونق اخر نهاية. طبعا طبعا يا صديقي، فاللي اقوله يعني الله يهدي النفوس، وان شاء الله جماهير المنامة ترجع للمدرجات، والله يوفق الجميع. اعتقد الاهلي قاعد يستفيد من الاستعجال والرابكة اللي يعاني منها المنامة. أكيد طبعاً الأهلي قاعد يلعب على فاولات لاعبين المنامة وقاعد يستفيد، فالمنامة حين في ورطة بسبب الفاولات اللي قاعد يسويها، وإن شاء الله الأهلي قاعد يستفيد وإن شاء الله نجيب الفوز. والمنامة بعد اليوم خصوصاً في الكوارتر الثالث قاعد يستعجلون في الكرات، في تناقل الكرات، ما في الكوارتر الثالث معروف كوارتر نادي الأهلي،
فالمنامة إن شاء الله داشين على كوارتر يعني الفوز أهلاوي إن شاء الله. ارتباك في صفوف المنامة، نشوف المنامة حاليا عندهم استعجال في تناقل كرات في والله أنا ما بحكي إياك شفني، أنا كنت أتمنى جمهور المنامة يكون موجود. كلنا نتمنى تواجدهم صراحة اليوم. المباراة تكون أحلى، بس إن شاء الله الفوز أهلاوي. بس إن شاء الله المنامة عزيزين بعد. بس إن شاء الله الفوز أهلاوي. إحنا نشوف الكوارتر الثالث، معروف الكوارتر الثالث دائما الأهلي يرجع للمباراة في الكوارتر الثالث. لكن المنامة ممكن المنامة يرجع. بس ان شاء الله ما بيرجع. يرجع المنامة بوجود جمهور الاهلاوي وغياب. انا سالفة الجماهير ادفانتج للاهلي، بس ان شاء الله ما يرجع. مباراة اهلاوية. سيد قاعد تطالع الشاشة وتناظر الشاشة. المنامة قلص الفارق، باقي 6 دقائق والفارق نقطة واحدة. صعبة صعبة وايد صعبة. مباراة اعصاب. اعصاب كلش اعصاب. اتوقع المنامة يرجع ويتقدم. اتوقع بس ان شاء الله الاهلي قادر يعوض. هذه الكرة ضاعت، ان شاء الله يسجلها. رايك بالبلوك صادق؟ شكرا الله. اليوم دفاعي المنامة في الشوط الثالث كان عندهم استعجال، كان عندهم استعجال، كان عندهم محاولة تخلص من الكرة بسرعة. حاليا الكواتر الرابع نشوف الاهلي هو اللي ما قاعد يستغل. الاهلي في استعجال واجد، من خصوصا من هشام واجد رايح عليه. شوي هدي المباراه، انت عندك البون. وهذا اللي عطى المنامه افضليه وخلاه يرجع. ان شاء الله. بس شوف شلون استعجال مباراه اعصاب هي اللي خلتك تطلع برا. اي على شنو وقف قلبي عليهم دلين؟ ما اقدر اطلع احسن. لا هني اريح شوي. تريح. ما اقدر. خلنا ناخذ نفس، ما في ازعاج، بعدين قدمنا شيء. صعبه المباراه. صعبه المباراه والمنامه حاليا ترى رجع. يمكن ربعنا ما يبون المباراه. ربعكم ما يبون المباراه؟ عندكم جمهور اليوم. ربعنا ما يبون المباراه. نعرف ليش ما يبون المباراه. في لاعبين ما يبون المباراه. ليش؟ الاسباب ما اقدر اقول. ليش ما تقدر؟ يمكن اقبل موسم تعرف. لا قول لي الحين. يمكن 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 والله يمكن بعد عقب. يعني لاعبين الاهلي اليوم ما يبغون عقب المباراه. تعرف اقول له زين ايش فيك؟ ليش وقف برا؟ قول لي. ما عندي اعصاب. ما عندك اعصاب من زمان هذا طبعا. يعني المباراه تخوف اليوم ان شاء الله. صعبه المباراه تخوف. حاليا زين متقدم 70-66 بعد ربعنا بعد شوي. تركيز ما في. استعجال عندهم. استعجال في المباراة. عدل بس المباراة ممكن تخلص الأهلي. لو كان هي بتخلص للأهلي بتخلص. بس شو انت شلون؟ أنا من زمان هذا طبعي ما قعد في المباراة. الفنان جعفر التمار اليوم متواجد في المباراة. اليوم على والمباراة تحبس الأنفاق. اليوم على الأعصاب صراحة. والمباراة صعبة بين فريقين كبار يعني كرة السلة البحرينية. باقي دقيقة ونص إن شاء الله الفوز أهلاوي بإذن الله. يلا حلوين، 1-1 بإذن الله. حلو. بإذن الله. عاد باقي دقيقة ونص. دعواتك عاد. اتوقع هذه الدقيقة ونص والفارق 5 نقاط فيها رجعة منامية لا ان شاء الله اهلاوي. ان شاء الله الفاينل اهلاوي والفرحة اهلاوية بإذن الله. ان شاء الله في الدوري المنامة كان خاسر 5 نقاط في هذا الوقت بالضبط. خلصت المباراة، المنامة بطل الدوري. لا ما بينعاد السيناريو. ما والله ان شاء الله الفوز اهلاوي. والله المباراة صعبة صراحة. الله يستر. هذه حجمة أهلاوية. هذه إذا عجت خلاص. هذه القاضية. هاي القاضية بإذن الله. تابعها وياك. قدام هي القاضية تابعها. أهلاوي. أهلاوي. البطولة أهلاوية. خلاص. بإذن الله. نختم التقرير. بإذن الله. فوز البطولة. إن شاء الله. وراح تبارك لي إن شاء الله. الأهلاوي خلاص خلصت. لا بس حق السلة. في الطائرة
عدو لدود الاهلي. المباراه خلصت ولا شلون؟ لا 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 في السله الحين باقي 35 ثانيه واجد مو شوي، والمنامه خبرتهم كبير في النهائيات، فما تستغرب اي لحظه يرجعون، بس ان شاء الله بهالجمهور وبهاللاعبين ما نرجع خايبين ان شاء الله. 35 ثانيه 35 ثانيه باقي. الاهلي بطل، الاهلي بطل رسميا، 3 بيت 3 بيت، الاهلي بطل 3 سنوات. شوف علينا الحمد لله رب العالمين، الفريق هالسنه مر بظروف صعبه كانت واجد على الفريق، تبديل المدرب، جاء مدرب ثاني وبعد ان شاء الله المدرب الحمد لله على الفوز، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. شوف الجمهور، فرحة الجمهور أهم شيء، فرحة الجمهور. مبروك مبروك بطولة كأس خليفة بن سلمان. الله يبارك في حياتكم، والجمهور اليوم ما قصر صراحة، الشوط الأولي والثاني اللاعبين ما أدري يعني ما دخلوا الجيم. إيه ويعني والله إن شاء الله ما قصر، يعني الفريق قدم مستوى، الفريقين قدموا، بس الأهلي يعني فاز بفضل جمهوره وبركات الله، يعني المستوى ما شاء الله يعني أوكي، راضين عنه. راضين اليوم عن مستوى اللاعبين؟ مستوى اللاعبين متوسط، لعبوا على الدفاع أقوى، ديفنس أقوى لعبوا. إيه الله يبارك ويشكر المصور ومحمد بحر، أنتم سبب في تواجد جماهير البحرين كاملة، وأنا أعطيكم ممتاز ممتاز. هذا واجبنا، هذا واجبنا، ننقل صورة الجماهير، ننقل هذه الفرحة، ننقل صح. تستاهلون، ما قصرتون، حصلنا ثقافة رياضية من برامجكم، وباقي البرامج بعد الشباب، بقية البرامج اللي يقدمون بعد ما قصروا، يعني تحفيز حق الجماهير والتوفيق إن شاء الله للجميع. ألف مبروك حبيبي، الله يبارك حياتك. المباراة اليوم يعني الأهلي قدم أداء يستحق التتويج. أكيد شفت إذا شلون محترف ومحترف، كل الموازين تصير متساوية، وبين أن المنامة قوته في المحترفين. حلو، أكيد المحترف يقدم إضافة للفريق، أكيد صعب يغلب الأهلي. مال الزعامة إلا الأهلي حبيبي. مباراة تحبس الأنفاس، ما كانت مباراة سهلة اليوم، يعني المنامة كان ند قوي من سنين، مو طوال المنامة من سنين قوية الأهلي، لكن هذا لهناك كان في واحد يقول تحياكم، خلطنا خلي يسمعني صوته الحين، وين كان قاعد وين راح حبيبي؟ هذا زمن الأهلي، إذا الأهلي حضر ما حد يقدر آخر عليه بطولة. ألف مبروك لقب كأس خليفة بن سلمان. الحمد لله رب العالمين، الرجال ما قصروا، قدها والله العظيم قدها يعني، وهذا هو مكان الأهلي ترى، مركز أول. رغم يعني الموسم ما كان الموسم اللي شعرنا في مستوى الأهلي الحقيقي، لكن حقق بطولة. الشباب ما قصروا يعني، احنا صدق عندنا محترف طلع ولعبنا بمحترف واحد في الموسم، نهاية الموسم، بس اكو عندك رجال انت ما قصروا يعني. الاهلي تحدى ظروف هذا الموسم، تحدى ظروف هذا الموسم، الحمد لله. ايه اكو عندك ما تقول انت، الرجال يعني يجيبوا البطولة وان شاء الله بعد اكثر ما يوقفون. قرب الكاميرا وارقص على جروحي، انا اهلاوي ولي الفخر واشيل كل اللي ما يهموني. الف 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 مبروك حبيب، ختامها مسك يعني، اليوم ختامها مسك بلقب كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة. الحمد لله رب العالمين، الف مبروك لنا، حرك لنا نادي المنامة، فريق إدارة نادي اجتهدت، جابت لاعبين، تحدت الظروف، تحدت كل الظروف، رغم ان المحترف مشى بعد قدرنا نحقق بطولة هاي الموسم وفرحوكم ببطولة. الحمد لله رب العالمين، انا اطالب إدارة النادي هذا ان تجدد عقود اللاعبين اللي بتنتهي، وان شاء الله بنتم مسيطرين على البطولات البحرينية اذا تم تجديد مع اللاعبين.
واتمنى الشيء إدارة الفريق تبقى بقيادة أبو سارة يوسف كانو. أتمنى يوسف كانو يبقى على رأس الجهاز، رجل الإنجازات، رجع البطولات للنادي، يستحق يبقى. أتمنى الاستقرار وإن شاء الله فالنا البطولات. شلون تحديتك بسرعة؟ أنا فريقي واثق فيه 100%، لو يلعب بأخص مستوياته طالع النتيجة. بس لعب أعصابك الفريق اليوم، كان المنامة ممكن أنه ياخذ منك المباراة، لكن من اللي جاب المباراة في الأخير؟ من اللي جاب المباراة؟ فريقنا. مثل ما قلت لك من كم أسبوع في الطائرة، أرد أعيدها لك الحين، لا تلعب ويا الأهلي، لا تلعب ويا فريق اسمه الأهلي. إذا حطك في باله يقول لك مع السلامة، يخلص عليك المباراة ويمشي عنك في أقل من دقيقة، قلبها عليك. ونتمنى ما يزعلوا علينا بعض الناس. ألف مبروك البطولة. شكرا حبيبي. المباراة شلون كانت اليوم؟ مباراة أكيد ما كانت سهلة على أهلي، مباراة صعبة، خلتكم على أعصابكم طول المباراة. أكيد آخر دقيقتين تقريبا كان المنافسة كانت قوية. عدل عدل عدل، المباراة كانت قوية صراحة، والأهلي أدى أداء ممتاز يستاهل الفوز. والأهلي تحدى الظروف هذا الموسم اللي مر فيها فريق كرة السلة، يعني من المحترف الثاني إلى أمور أخرى، لكن قدر في النهاية يفرح هذا الجمهور بلقب. أكيد الأهلي هذا عمي، الأهلي دائما تشوفه في الفاينل، ودائما بتشوفه إن شاء الله في ماخذ الكاس والدوري وكل شيء ماخذ إن شاء الله. سيد اليوم هذه فرحة جديدة، فرحة أهلاوية بعد الطائرة، لقب كأس خليفة بن سلمان في خزائن النادي. وش بسم الله الرحمن الرحيم، هارد لك إلى لاعبين وجماهير وجهاز فني إدارة الفريق المنامة، مبروك إلى ربعنا. احنا كنا محتاجين هذه البطولة خصوصا عقب خسارة الدوري، فالحمد لله رب العالمين، الله كتبها لنا، الحمد لله رب العالمين. شلون كانت المباراة؟ ما كانت، ما خلتكم متوترين طول المباراة؟ كانت صعبة والله. شوف كانت صعبة صعبة، هو سبب اللي خلانا نجيب البطولة تصريح احد الخوات في حسابات الرياضية، قالت ان الجمهور الاهلي ما يخوف، وان جمهور المحرق هو اللي يخوفه. جمهور المحرق له الاحترام والتقدير، جميع جماهير أندية البحرين له الاحترام والتقدير، أما تستنصق من هذا الجمهور فشي صعب. فاللاعبين سمعوا التصريح، قالوا لأن احنا نوعدكم بالبطولة، لأن قبل ما يستفزكم التصريح استفزنا احنا، فالحمد لله رب العالمين. الاحترام واجب، يعني هذه مباراة لازم تسود فيها الروح الرياضية، التحدي والندية في أرضية الملعب. احنا ما نستنقص من أي لعب، خلاص ما نستنقص من أي من حق أي نادي من أي جمهور، الكل احترامه الكل التحدي. هذا هو، احنا اليوم احترمنا المنامة رغم انه ما في له جمهور، بدون جمهور قاعد يلعب وبدون ضغط، احنا احترمناه. وانت شفت الكوارتر الاول والثاني هو كان متقدم علينا، بعد ما هدينا الحمد لله جت الله كتبها لنا. يعني الاهلي اخذ وقت على ما يدش جو المباراه، شي طبيعي الاستعجال والركبه اللي صادت الفريق، احنا اللي صادنا الضغط على لاعبين لان احنا جمهورنا موجود، فهذا هو اللي سبب عليهم الضغط، ولكن الحمد لله بالنهايه ختمناها وختامها مسك.